بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا بنتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة خيبر، باب غزوة خيبر. وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الروايات بشأن هذه الغزوة، وآخر هذه الروايات التي توقفنا عندها رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال لي: آذن من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ثم ذكر أيضا رواية عن حميد الطويل وأنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلال بالأمطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. بيذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذه الروايات قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصفية وقعت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه كما بينا في روايات سابقة. يبقى أن دحية الكلبي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه من السبي، فعلى ذلك قال له أن يختار ما شاء، فاختار صفية بنت حيي. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من شأنها أنها بنت حيي بن أخطب، يعني هذا رأس في اليهود بني النضير كما هو معلوم، فلما حكي له ذلك الأمر على ذلك عوض دحية الكلبي رضي الله عنه وغيرها، وعلى ذلك أخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. قال في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، أي أنها حاضت، والأمة لما تقع في ملك فلان مثلا إن كان سبي من النساء وتم تقسيم هذا السبي على الغازين فلا طاها حتى تبرأ بحيضة، فلا طاها حتى تبرأ بحيضة. وكذلك إذا اشترى الإنسان أمة فلا تحل له أن يطأها إلا إذا حلت بحيضة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فلما حلت أي حاضت وطهرت، يبقى على ذلك يبقى إن كانت ملك يمين فلان وقعت في سهمه فأصبحت ملك يمين فلان
لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، حتى يستبرئها بحيضة. وكذلك ما بينا إذا اشترى الإنسان أمة، إذا اشترى أمة فلا يطأ هذه الأمة حتى يستبرئها بحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وقد خذل زوجها كانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوصول إلى المدينة، يعني قبل بين خيبر والمدينة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرس بها كما بينت الروايات. فلذلك قال ثم صنع حيثا في نطع صغير، يبقى دي الوليمة، كانت الوليمة. فثم قال لي آذن من حولك، آذن من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. مش شرط أن الوليمة لابد أن تكون باللحم والخبز، ولكن بأي شيء نطعم، يبقى الوليمة بأي شيء يطعم. وإذا دعى الإنسان إلى وليمة عرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب إجابة دعوة وليمة العرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إجابة الدعوة غير الطعام، يعني ممكن يجيب الدعوة كان صائما فلا يطعم، إن شاء أفطر وإن شاء استكمل ذلك الصوم، لكن إجابة الدعوة معناها يبقى الوجود. إجابة الدعوة، أجاب الدعوة بغض النظر يطعم منها أم لم يطعم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم إلى وليمة عرس فلتجب، يعني يبقى على الوجوب إجابة دعوة العرس. قالت فكانت تلك وليمته على صفية رضي الله عنها، ثم خرجنا المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيري فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، يبقى عشان تركب على البعير، حتى تركب على البعير. فكيف كانت تركب؟ فكان هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس عند بعيري ويضع ركبته حتى تتمكن صفية بنت حيي رضي الله عنها أن تضع رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تركب على البعير. أن صفية رضي الله عنها كانت قصيرة، كانت قصيرة، فكان يضع ركبته حتى يجلس، وأيضا يضع ركبته ثم تضع رجلها على ركبته ثم تركب على البعير حتى تركب. هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمام الناس، يعني أمام الناس، يعني على ذلك يبقى نقول ممكن الإنسان يستحي، ممكن يخجل، لكن ده كذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. فقال أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. وقلنا الآن الرواية الثالثة بتبين، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، يبقى دي ترى هيبقى مما ملكت يمينه، والإنسان بيطأ إما الزوجة أو ملك اليمين أو ملك اليمين. ولكن فرق بين الحرة والأمة، فرق بين الحرة والأمة، لذلك قالوا إن ضرب عليها الحجاب يبقى كانت أم أمهات المؤمنين، اللي لم يضرب عليها الحجاب يبقى هي ما زالت ملك يمين. ثم قال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. يبقى ترى هي إحدى أمهات المؤمنين ولا دي أما وقعت في السبي، وبالتالي كانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هيعملها معاملة ملك اليمين؟ لأن ملك اليمين يجوز للرجل أن يطأ ما ملكت يمينه أو ما ملكت أيمانكم كما قال الله تعالى أن يتخذها فراشا، وإن ولدت يبقى أصبحت أم ولد بتعتق بمجرد موت سيدها، تعتق بمجرد موت سيدها إلا أن أعتق قبل ذلك، يبقى دي اسمها أم ولد، يبقى دي أما وهي ملك يمين يطأها يتخذها فراشا، إن حبلت منه وولدت يبقى أصبحت أم ولد، يبقى لا تباع ولا توهب، ولكن على ذلك هتبقى حرة بموت سيدها إن لم يعتقها قبل ذلك، إن لم يعتقها قبل ذلك. ومرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية هو الصداق أو مهرها، يبقى ده مهرها كان يتمثل في عتقها كما بينا في الروايات السابقة. فقالوا قال المسلمون إحنا أمهات المؤمنين
أو من ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، فعلموا أنها أم من أمهات المؤمنين. يبقى ذا زواج، يبقى كيف كان الزواج، يبقى كيف موى صداق صفية بنت حيي رضي الله عنها عتقها كما بينا في الروايات. أيضا هنا كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام، وده معلوم، إن تزوج بكرا يبقى بيمكث عندها 7 أيام، إن تزوج ثيبا يمكث عندها 3 أيام، يبقى ده أسباب من السنة. يبقى رجل كده تزوج بثيب، ويبقى دي الزوجة الثانية، يبقى ما هي المدة التي يمكث عندها قبل أن يعود إلى التقسيم؟ 3 أيام. إن تزوج بكرا على امرأتي، يبقى ما هي المدة التي يمكث عند امرأتي عند هذه البكر قبل التقسيم؟ يبقى 7 أيام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثم وكانت في من ضرب عليها الحجاب، يبقى تبين أنها أم من أمهات المؤمنين، وكان صنع هذه الوليمة متمثلة في التمر والآقد والسمن كما بين ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية ابن علي. بدأ أساس الفطرة بمكثها لو تزوج ثيبا على امرأته، يمكث عندها 3 ثم يعود بعد ذلك إلى التقسيم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت ليأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييته. يبقى على ذلك قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييته. يبقى على ذلك ترى ده يدخل في الغنيمة؟ لا يدخل في الغنيمة. يبقى ده طعام وهو محتاج إلى ذلك الطعام، يأكل منه، يأكل من ذلك الطعام، ولكن لما قال نزوت لأخذه أسرع كده الأخذ، قلنا لقلة الطعام لما حاصروا يعني خيبر، يبقى مدة الحصار طالت حتى نفذ ذلك الطعام، فكانوا يحتاجون، يبقى كانوا يحتاجون إلى الطعام. فلذلك لما قال رمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعه، لكن استحى كده أنه هو يعني تقدم أسرع لكي يأخذ ذلك الجراب من الشحم، وأنه من شدة الجوع. فعلى ذلك يبقى جائز أن يأكل من الطعام، وعرام أنه هو يترى ده غنيمة حيقسم اللي يقسم، لكن حاجاته للطعام أن يطعم من ذلك الطعام. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية. يبقى نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن أكل الثوم، هو قال عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. يبقى عن سالم عن ابن عمر، يبقى الرواية كانت أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، والرواية عن نافع عن ابن عمر أنه نهى قال نهى عن أكل الثوم يبقى ولحوم الحمر الأهلية. وأيضا رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. يبقى الكلام ده في خيبر، يبقى كان الأمر قبل ذلك على الحل، ثم كانت الحرمة من خيبر، يبقى من خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية، وكذلك نهى عن متعة النساء يوم خيبر. يبقى الكلام ده كان على الإباحة، على الإباحة الأصلية، وبعد كده جت الرواية بالتحريم. نهى عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، لكن النهي عن أكل الثوم دوت على الكراهة وليس على التحريم، لكن نهى عن لحوم الحمر الأهلية على التحريم كما بينت الرواية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور، أن يكفئوا القدور، يبقى هيقوموا برمي المرقة واللحوم أيضا، يعني لحم الحمر، يبقى كانت على القدور وكانت بتفور من كثر ذلك اللحم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور،
يبقى ده دل على التحريم، لأنه لا يجوز ضياع المال، لا يجوز ضياع المال. فلما أمر بإلقاء اللحم والمرق فدل ذلك على التحريم. وقلنا روايات ورد كثير عن الصحابة رضي الله عنهم يبينون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، وأيضا نهى عن نكاح المتعة، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يبقى كانت يعني هذه المتعة موجودة، وأيضا يأكل من لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، ثم أتى التحريم في ذلك الوقت. نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، يبقى لكن ده على الكراهة، على الكراهة. يبقى النهي ده أصلا النهي يحمل على التحريم أصلا. نهى عن كذا يبقى يقتضي الفساد والبطلان، يبقى حرمة هذا الشيء. لكن ساعات يكون النهي ده يبقى للكراهة التنزيهية، يبقى الثوم ده للكراهة، الثوم ده للكراهة التنزيهية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا، فليعتزل المسجد. قلنا ليه؟ من أجل هذه الرائحة الكريهة فقط، من أجل الرائحة. يبقى لما نهى عن الثوم قلنا لأنه بيمنع الإنسان من الوصول إلى المسجد والصلاة مع الناس جماعة. قلنا ليه؟ لأن هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من فيه. يبقى نهى عن أن يعتزل الإنسان، نهى أمر أن يعتزل الإنسان المسجد إن أكل ثوما أو بصلا. قلنا يبقى ده حرام، ليس بحرام، ولكن هنا حتى لا يتأذى المصلين. وقلنا أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما منع من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد، يبقى في صلاة الجماعة ويصلي في بيته، قلنا لأن دي رائحة كريهة بتخرج منه. فلما نهى يبقى النهي ده من أجل الكراهة التنزيهية وليس بكراهة تحريمية، يعني مش الثوم حرام ولا البصل حرام، ولكن ده من أجل أنه بيمنع الإنسان من الوجود في صلاة الجماعة، الوجود في صلاة الجماعة. شجرتان خبيثتان، الثوم والبصل كما قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى خبيثة بمعنى تحريم أكل الثوم والبصل؟ لا، ولكن هي لأنها بتمنع الإنسان من هذه الخيرات، يبقى تمنعه صلاة الجماعة، هتفوت عليه الدرجات. فلذلك هو سماها بذلك أو وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن النهي ده هيحرم على الكراهة التنزيهية بدليل هذه الروايات. ولذلك دايما بنبين أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن من مجموع الروايات اللي ضرت في هذه بهذه الطرق. يبقى نهى عن الثوم يا ترى حرام ولا للكراهة؟ تيجي بقى الروايات الأخرى تبين ذلك الأمر. لما منع من أكل الثوم أو البصل أن يأتي إلى المسجد ويصلي في بيته، قلنا من أجل أن هذه رائحة كريهة بتنبعث من فم ذلك الآكل. قلنا الكلام ده لما يكون الثوم نيئا أو البصل نيئا، لكن لو كان مطبوخا يبقى لا تصدر منه رائحة. يبقى كان الغرض من كده من أجل الرائحة التي تصدر. طيب لما تنقطع الرائحة يبقى لا حرم. أكل بصلا أو ثوما مثلا قبل الصلاة فترة طويلة وضاعت الرائحة، يبقى لا حرج في ذلك، لا حرج. لكن كانت دي المنع من أجل وجود الرائحة، فإن كان نضيجا يبقى لا تصدر منه رائحة. يبقى الثوم ده في بعض الأطعمة وكان نضيجا أو البصل كان نضيجا، فعلى ذلك لا تصدر منه رائحة، يبقى ما فيهوش منع. لكن كان المنع من أجل الرائحة التي تصدر من فيه الإنسان لو أكل يعني من البصل أو الثوم، فإن قطعت الرائحة يبقى لا حرج عند ذلك في صلاة. أيضا هذه الرواية بتبين أن دلالة الاقتران دي ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. يبقى دي رواية واحدة ورد كده نهى عن يوم خيبر عن أكل الثوم ونهى عن أكل لحوم الحمر الإلية، لكن دي للكراهة ودي للتحريم، فدي دلالة الاقتران، يعني هي كلها جاية في رواية واحدة، جاية في رواية واحدة، لكن فرق بين حكمين، ده على الكراهة وده على ايه؟ على التحريم. لذلك قلنا ان دلالة الاقتران يبقى ضعيفة، دلالة الاقتران معناها مش لما جت في رواية واحدة يبقى كلها بتاخد حكم واحد، لكن ده اخد حكم الكراهة وده اخد حكم ايه؟ التحريم. ثم ذكر ايضا رواية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية. وقلنا الرواية دي فيها الرد على الشيعة، الرواية دي فيها الرد على الشيعة، دي الرواية دي من الذي روى هذه الرواية؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني علي
ابن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي روى هذه الرواية عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريمه لنكاح المتعة. يبقى في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وما خيبر، يبقى دي فيها الرد على الشيعة، يعني الرد على الشيعة. طبعا نكاح المتعة عندهم هو ده زنا، نكاح المتعة عندهم ده زنا أساسا يعني. فلذلك النهي ورد يعني عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، يبقى نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورقص في الخيل، ورقص في الخيل، يبقى جواز أن نطعم لحوم الخيل. نعم ما وردش رواية بالتحريم، وكان أيضا يطعمون من لحوم الحمر الأهلية حتى وردت الرواية بالتحريم، يبقى كانت دي على أصل الإباحة ويطعمون منها، ثم وردت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، لكن ما زال الحل لحوم الحمر الوحشية. يبقى اللحوم الوحشية يبقى فرق الشارع ما بين اللحوم الحمر الأهلية والوحشية، فالوحشية ما زالت على أصل الإباحة. وإحنا مرت علينا رواية يعني أبي قتادة رضي الله عنه لما اصطاد ذلك الحمار الوحشي، يعني اصطاد الحمار الوحشي وعلى ذلك ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه. يبقى أصلا يبقى لحوم الحمر كانت على الإباحة ثم أتى التحريم، ولكن خص الحمر الأهلية دون الحمر الوحشية. طب الخيل يبقى على أصل الحل، يبقى لحوم الخيل على أصل الحل. نفرق ما بين أمرين، الحكم في المسألة وإن الإنسان قد يأنف أن يطعم من ذلك، ده أمر آخر يعني. ما خليش أنفت الإنسان أن يطعم من لحوم الخيل مثلا إن ده يبقى إيه دلالة على التحريم. لا، ممكن الإنسان يعني يعافي بعض الأطعمة، يعافي يعني لا يقوى أنه يأكل منها، لكن هذا يمنع من حل هذا الطعام، من حل هذا الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب لم يطعم منه، قال ليس من طعام قومي، ولكن أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يأكلوا منه. فممكن النفس كده يعني تأنف أن تطعم من ذلك، لكن ده مش معناه الحرمة. يبقى نفرق ما بين أمرين، حل لحوم الخيل لكن يقول أنا لا أستطيع أن أطعم منها، دي خلاص ده يعني لك ذلك الأمر. ما هو في أطعمة حلال بس قد يعافيها الإنسان، يعافيها الإنسان، فليس معنى أنه هو يعافي ذلك الطعام أن الطعام ده حرام، لا هذا طعام حلال، ولكن إيه النفس غير مقبلة عليه، غير مقبلة عليه. فلذلك قال في رواية عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورقص في الخيل، يعني بيبين كده أن حكم الخيل ما زال أيضا على الإباحة. رقص في الخيل يعني كأنه لما سئل قال إيه يبقى الخيل غير الحمير، يبقى الحمير الأهلية أو الإنسية يبقى على الحرمة في خيبر، تم التحريم في خيبر، والحمر الوحشية ما زال على أصل الحل، الخيل ما زال على أصل الحل. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها. قال ابن أبي أوفى رضي الله عنهما فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. أيضا في رواية عن عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال أكفئوا القدور، قال أكفئوا القدور. أيضا في رواية عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصب القدور أكفئوا القدور، قال أكفئوا القدور. أيضا في رواية عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. يبقى الشاهد من كده أنهم يتفقون جميعا على تحريم الحمر الأهلية، لكن إيه العلة؟ إيه السبب؟ هل عشان مخافة يبقى قلة الظهر، ولا أساسا لأنها لم تخمس، أو أنهم فعلوا ذلك بلا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر. قلنا المجاعة دي كان سببها إيه؟ لما امتدت فترة الحصار فنفذ ما معه من طعام، يبقى لما حصروا حصون خيبر وطالت المدة فنفذ ذلك الطعام، فلذلك قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، فإن القدور لا تغلي. وقال: وبعضها نضجت. فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها، يبقى ما تأكلوش منها شيء وأهرقوها. قال ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، يبقى ده في الغنيمة، وهم كأنهم أخذوا شيئا من الغنيمة قبل أن تخمس. يبقى معلوم كده أن الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغزين والخمس، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى خمس الغنيمة كده بيجنب، وبالتالي يقسم على هذه الأصناف، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغزين. فلذلك قال: يا ترى لماذا أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه السبب أن هم يتكلمون بهذا الكلام؟ لأنها كانت على أصل الحل، يعني كانت على أصل الحل، فمنعوا منها ليه يا ترى؟ قال ابن أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. يبقى هما كان المفترض يبقى يتم تقسيم الغنيمة وجنب جانب الخمس، ثم بعد ذلك يطعمون بقى، يطعمون بعدما يملكون هذا الأمر، ولا هم أخذوه قبل تقسيم الغنيمة فلذلك لم تخمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم أمرهم بإراقتها. قال بعضهم: نهى عنها البتة. لا، ده نهي تحريم، لأنها كانت تأكل العذرة، لأنها ركس، كانت تأكل يعني النجاسات، كانت تأكل الجلالة دي، يبقى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ألبانها ونهى أيضا عن لحومها، وهي ما كانت أكثر أكلها النجاسة، أكثر أكلها النجاسة، يبقى دي الجلالة. حرم على النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الجلالة وأن ننتفع بلبنها أو بلحمها لغاية لما تأكل من مرعى طيب، يبقى ممكن كده شاع عند إنسان، ولكن غالب أكل هذه الشاة كانت النجاسة، أصبحت جلالة، يبقى ممنوع أن احنا نطعم منها لغاية لما نقوم بحبسها حتى تطعم الطعام الطيب. نهى عن ركوبها، نهى عن ألبانها، نهى عن لحومها. فلذلك ترى قالوا ليه؟ هل لأنها كانت تأكل العذرة، تأكل النجاسات، ولا لأنها لم تخمس؟ فده احتمالات. قلنا طب هو الكلام ده ليه بيحتملوا هذه الاحتمالات؟ أذكر هذه الاحتمالات، لأن كانت على أصل الإباحة، كانت على أصل الإباحة، فيترى وحرمها البتة لأنها بتأكل هي ركس وبتأكل النجاسات، ولا عشان هي لم تخمس، ولا إيه السبب؟ عشان قل الظهر عند ذلك. ده كله لغاية طبعا، لكن الروايات تبين أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تكلم عن حرمة لحوم الحمر الأهلية. فقال أيضا في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما وكذا عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدور، يعني عما تحمل، فذكروا له أنه تحمل لحوم الحمر الأهلية، فقال أنها حرام، وأمرهم بأن تكفئ القدور وكذلك تغسل هذه القدور. قال أيضا أن في رواية عن براء بن عازب
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر قد نصبوا القدور، قال أكفئوا القدور. يبقى أمر بإراقة المرق وأيضا إلقاء هذه اللحم، يبقى ده مال أساسا. لما أمر بذلك يبقى الشارع أمر بحفظ المال، فلو كان مالا لم يأمر بذلك. يبقى ممكن العقوبة تتمثل في أي شيء، لكن هو لما أمر بذلك دل على حرمة لحوم الحمر الأهلية. أيضا في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، يبقى لا لحم نيئ ولا لحم ناضج، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. يعني يا ترى كان ممكن لو كانت لأمر عارض لبين ذلك، لكن لم يبين، زي لحوم الأضاحي لما نهى أن تمسك فوق ثلاث، ده كان لسنة واحدة، ثم بعد ذلك رفع الحكم وبين ده كان للسنة الماضية فقط، ولكن إن أرادوا أن يدخلوا منها يدخلون كما يريدون، يبقى كانت لسنة. فهو قال ولا ثم لم يأمرنا بأكله بعد، يبقى دل على أن دي حرمة أصبحت سارية. يعني لو كانت لعارض لبين هذا الأمر، هيا ترى لقلة الظهر كان، ولا لأنهم لم تخمس، ولا يا ترى لأنهم استعجلوا ذلك الأمر وكانت عقوبة لهم. فعلى ذلك يبقى لو كان الأمر العارض ده لبين حل هذا الأمر، رجوع إلى الحل، يبقى كانت حرمة مؤقتة لعارض، يبقى حرمة مؤقتة لعارض. زي ما الإنسان كده يحرم أن يطعم شيئا حال الصيام، بدا الطعام حلال لكن هنا في عارض معين، الصوم يبقى هو الانقطاع عن الطعام والشراب، يبقى ينقطع عنه. الحرمة ده لا حرمة هذا الأمر على الصائم في وقت الصيام، يبقى لما بنصوم يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني تنهى الإنسان عن الطعام والشراب والنساء الحلائل، هل يا ترى حرام؟ لا، ده هل إلى العارض ده للصوم، يبقى في الصوم لا يطعم شيئا، يبقى نقول يحرم عليه أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا حال الصيام. هل يا ترى حرمة الطعام؟ لا، الطعام ما زال حلالا، ما حلال، ولكن ده لعارض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح وقت الفتنة، بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة، يبقى ده كان ايه؟ لعارض، يبقى في عارض أساسا هو الذي منع من هذا الأمر. نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، هل بيع العنب حرام؟ لا، مش حرام، ولكن ده لهذا الأمر، لأن هيتاخذه ويحوله إلى خمور، ودي وسيلة، يبقى كل الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ما أفضل إلى حرام بياخد نفس الحكم. فنهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يقول لك ده نهى عن بيع العنب، لا، لمن يتخذه خمرا، لكن العنب حلال كثمرة، والبيع والتجار فيه حلال، ليس فيه شيء، ولكن لما هيبيع ويشتري مع إنسان هيصنع ويحول ذلك العنب إلى خمر، يبقى ده بيع ممنوع، بيع ممنوع. فلذلك قال ثم لم يأمرنا بأكله بعد، يبقى ده ما كانش العارض، ولكن ده كان في صلب تحريم لحوم الحمر الأهلية، وده تم تحريمها في خيبر. وكذلك نكاح المتعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. يبقى عبد الله بن عباس كما يقول يا ترى لماذا نهى؟ هو لم يبين، يعني لم يبين هذا الأمر، ولكن خلاص عرف الصحابة رضي الله عنهم بحرمة هذا، لم يبين يا ترى لماذا حرم، ده كان على يعني على أصل الإباحة. وبعدين نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ما لو نهى عن لحوم الحمر كلها يبقى خلاص بان الأمر، لكن ده خصص نهى عن لحوم الحمر الأهلية. طب لحوم الحمر الوحشية ما زالت على أصل الإباحة، طب يا ترى الحرمة دي لعارض ولا ليس لعارض؟ يبقى في التحريم لا تبين بعد ذلك أنها تحريم لحوم الحمر الأهلية وليس لعارض، ولكن تحريم هذه اللحوم فإنها ركس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر للفرس سهمين والراجل سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. يبقى كان التقسيم، ومر الكلام ده في كتاب الجهاد، كيف بيتم تقسيم الغنيمة، يبقى أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغزين، والخمس
يبقى بيجنب ويقسم على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. طب الغنيمة بقى كيف بتقسم؟ لا هتقسم على الوزين، يبقى بيسلم للفرس سهمين وللراجل سهم. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر الفرس سهمين والراجل سهما. الراجل هو بيسعى رجله أو الفارس بصفة عامة، يعني الرجل يعني المقاتل، المقاتل ليه سهم ليس. طب الفرس ليس سهمين، يبقى قال فصره نافع رحمه الله فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاث أسهم، سهم ليه وسهمين للفرس، وإن لم يكن له فرس فله سهم، إن لم يكن له فرس فله سهم. يبقى الفارس سواء كان راجلا أو راكبا على الفرس يبقى ليس سهم واحد، والفرس بيقسم له لما تقسم غنيمة له سهمين كما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر الفرس سهمين والرجل سهما. لو تركت هكذا ممكن الإنسان يفسر يبقى للفرس سهمين، يبقى لو كان في راجل ركب على فرس يبقى ليه سهمين، والراجل بس اللي هو ماشي على رجليه معلوش فرس يبقى نقوله سهم واحد. لا فسرها، فسر الكلام ده هو يبقى للفرس ذاته سهمين والفارس ذاته أو الراجل المقاتل سهم واحد، سواء بقى كان يركب على الفرس أو كان راجلا على أقدامه. يبقى المقاتل لسهم والفرس لسهمين، يبقى المقاتل ده يركب على فرس يبقى ثلاث أسهم، سهم ليه وسهمين للفرس، فسره ايه نافع. وإلا قلنا ظاهر الرواية لو قلنا كده قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الفرس سهمين والراجل سهما، قال الراجل هو ملوش فرس يركب عليه، يبقى كان ممكن التأويل يأتي ان هو الفارس على فرسه له سهمين والراجل هو ليس له فرس يبقى له سهم. لا ده يبين بقى فصل الكلام ده ان الفرس ذاته بيسهم له سهمين والراجل او المقاتل يسهم له بسهم، فان كان هذا المقاتل بيقاتل على فرس يبقى ليس اسهم، سهمين للفرس سهم ليه، واذا كان هو ليس له فرس يبقى ليه سهم واحد كما فسر ذلك نافع حتى لا يلتبس الامر ولا يشكل على الانسان. ثم ذكر روايه عن سعيد بن مسيب رحمه الله ان جبير المطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن منزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا، يبقى أعطى لبني المطلب من خمس خيبر. يبقى احنا قلنا الخمس ده بيجنب، الخمس بيجنب، وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم القسمه ده هي. فهذا خمس ذي القربى يبقى هيعطى لمين؟ يبقى قلنا بيعطى لآل النبي صلى الله عليه وسلم لانهم بيمنعون من الصدقه، يبقى بيحرم عليهم الصدقه إن احنا نعطيهم من مال الزكاة، يعني عن ذلك تعويضا لهم، فكانوا لهم من خمس المغنم لذي القربة، يبقى ده تعويضا لهم، يبقى حرمة الزكاة حرمة إعطاء الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لآل النبي، فبالتالي بيديهم عوض، يبقى في سهم ذي القربة من خمس المغنم. هنا يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه مشى هو عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن منزلة واحدة منك، يبقى في القرابة يعني بنو هاشم هذه دول أساسا آل النبي صلى الله عليه وسلم أو منهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. طب عطى بني المطلب ليه ولم يعطيهم وهم بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل كلهم قرابة واحدة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا أعطى بنو المطلب ولم يعطيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قلنا ده لأن بني المطلب دخلوا الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش بنو هاشم فقط ولكن بنو المطلب أيضا يعني واسعوا هؤلاء ودخلوا معهم الشعب وتحملوا هذه السنوات الثلاث، فعلى ذلك تعويضا لهم
وأيضا رد لهذا الجميل. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد شمس وبني نوفل شيئا. ثم ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني الأهل السفينة سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنه وهي ممن قدم معنا دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت رضي الله عنها وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البغداء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعد هذا الحديث مني بيذكر أبو بردة هذه الرواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. أبو موسى الأشعري من اليمن نال اليمن لما بلغهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. يبقى طار الخبر إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة فلذلك أخذوا القرار بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم. إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة. يبقى كل دولة يعني هؤلاء الأشعريون خرجوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وركبوا سفينة كلهم قصدوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعدما وصل لما سمعنا من ذلك الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. قال فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة لكن يعني السفينة ألقتهم حتى وقفت بالحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من هاجر إلى الحبشة. يبقى من هاجر إلى الحبشة ومعروف طبعا يعني هذه قصة لما جاء عمرو بن العاص كوافد من قريش بيحاول ان هو يناقش النجاشي حتى يستعيد هؤلاء القوم الذين هاجروا عنده. وكان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه والذي قال النجاشي لما سالوا ما تقولون في عيسى ما تقولون في كذا بما يامركم فكانت جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي تولى يعني هذا الكلام. فجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه هو كان هاجر الى الحبشه. قال فوافقنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طلب منه أن يقيم معه في الحبشة حتى يفد جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر.
يبقى رجعوا كلهم وتم فتح خيبر، يبقى تم فتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني أهل السفينة سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، يعني هم سبقوهم بالهجرة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري ومن معه. يبقى لما خرجوا، لما سمعوا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يصلوا إلى المدينة، يهاجروا المدينة، لكن السفينة وصلت إلى الحبشة، وأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طلب منه أن يمكثوا معه، فمكثوا معه حتى عادوا جميعا. ووافق هذا الأمر يوم خيبر كما يقول أبو موسى رضي الله عنه، كما يقول أبو مردة وأبو موسى رضي الله عنه، قال سبقناكم بالهجرة. ودخل أسماء بنت عميس، وكان الزوجة لجعفر بن أبي طالب، أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق أيضا رضي الله عنه، وهي التي قام بتغسيله لما مات. فدخل أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشية في من هاجر. فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنه وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال الحبشية هذه، البحرية هذه، حبشية لأن كانت هجرت الحبشة، البحرية لأنها جت في السفينة يعني ركبت البحر أساسا. فقال الحبشية هذه، البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعد جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، يعني كانوا هما زي المطرودين، يعني زي المطرودين، احنا كنا بعاد أساسا، وإلا بعدهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة كنتيجة لشدة هذا الإذاء الذي كان يتعرضون له في قريش. فلذلك قالت أنتم كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكفل بإطعامكم وبتعليمكم، يعني هم حرموا من ذلك نتيجة أنهم يعني هجروا إلى الحبشة. قال وذلك في الله وفي رسوله، قالت وذلك في الله وفي رسوله، احنا هجرنا ليه؟ يعني ابتغاء وجه الله عز وجل وفرارا بالدين، كما هم هاجروا أيضا من مكة إلى المدينة يبقى فرارا بدينهم. فقالت كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعذ جاهلكم، وكنا في دار في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، كنا في مكان بعيد وكنا يعني مطرودين يعني. وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، تعرضوا لإذاء شديد جدا. قالت أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. نص الكلام اللي هو يعني صدر من عمر الخطاب رضي الله عنه تقوم بنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم ولا ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان هجرتان. يبقى دي منقبة عظيمة جدا، هجرة أولا الحبشة، وهجرة لما هجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عادوا. فعلى ذلك يعني زي رواية سلمة ابن الأكوع لما تكلم عن عمي عامر ابن الأكوع، وإن البعض قالوا حبط عمله ليه؟ لأنه هو كان بيضرب اليهودي في ساقه وكان سيفه قصير فعاد إلى ركبته فقطع هذا الأكحل فمات، نزف لغاية لما مات قالوا حبط عمله، لأن الظاهر كأنه قتل نفسه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأجرين إنه جاهد مجاهد، وقل من حمل ذلك من العرب، قل من وصف بذلك، يبقى ده جاهد مجاهد وصفه إزاي ولأجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن بيبقى الإنسان يحكم كده يعني حكم الظاهر بالأمر، لكن هو الفتوى يعني غير معرفة، نقول ده قتل نفسه يبقى ده كذا. طب قتل نفسه ازاي؟ ايه القصة بالظبط يعني؟ كيف يكون الامر؟ يبقى عشان يكون الفتوى كيفية انزال الحكم في المسألة، يبقى ده حكم عارفينه بس انزاله ازاي؟ يبقى فيه وقائع كده واحداث، يبقى لابد ان تراعى عند الكلام،
يبقى لما يجي يقول لك ده انسان قتل نفسه فعلى ذلك ده منتحر. طب قتل نفسه ازاي؟ ايه الامر؟ ممكن يكون عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ، فده مش هيبقى منتحر، مع ان هو في الظاهر كده قتل نفسه. يبقى هو نقول على ذلك يبقى وقع على الارض وكان في يده سكين فدخلت في بطن فمات، يبقى على ذلك نقول ده هو اللي قتل نفسه. يبقى لما بيوصف الوصف ده بتفت انت، لا شوف الوصف ازاي، حدث الامر ازاي. قلنا قبل الفتوى كده ما تخليش غيرك هو اللي يصف لك الامر، ولكن انت تستفسر كمفتي عشان نقف على الامر. ساعات واحد بيجي لك لكن هو طلق امرأته، طب الطلاق كان ازاي؟ قلت ايه؟ فانت لو انا حفتي له قال طلق امرأته يبقى خلاص دي طالق، نقول دي طالق، لا نستفسر كده طلقها ازاي. البعض عنده كده لو قال لامرأتي كده يعني لو خرجت من الباب انت طالق، قال لها ذلك وهي لم تخرج، لكن هو كأنه لما تلفظ بلفظ الطلاق ظن ان ده هتحتسب عليه طلق. فيبقى لازم لابد من المفتي ان يستفسر تماما ويقف على التفاصيل. فقالوا ذلك في عمرو بن الاكوع رضي الله عنه، قال حمد عمله، وحتى رؤي ذلك الحزن على وجه سلمة بن الاكوع رضي الله عنه، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم قالوا انه حبط عمله. قص قصة عامر عمه وقال كده، قال لا ده ليه اجرين، وانه جاهد، وانه لجاهد مجاهد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقل يعني من العرب من يحمل ذلك الوصف. هنا لما قال لها سبقناكم بالهجرة، سبقناكم ده الظاهر اهو، وبالتالي على ذلك قالت لما نقلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيها رضي الله عنها، يعني هي خلاص ما سكتتش على الامر، لا قالت لا ده احنا هاجرنا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتم كنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم الجائع ويعلم الجاهل، واحنا كنا يعني بنؤذى ونخاف. وبالتالي لما قالت يا نبي الله ان عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال ليس بحق بي منكم ولا ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يبقى أولا هجرتهم من الحبشة وهجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عادوا. قالت فلقد رأيت أبا موسى أصحاب السفينة يأتونني أرسالا أفواج كده يسألونني عن هذا الحديث، هم يعني الحكم ده هيعمهم هم، ففرحانين جدا بهذا الأمر. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا ويسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فرحة عارمة، يعني فرح شديد جدا وسرور لهذه المناقب اللي هم وصلوا إليها وما كانوا يظنون، لكن ده بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من فقه أسماء بنت عميس رضي الله تبارك وتعالى عنها. لا المسألة مش كده، يعني قال احنا سبقناكم بالهجرة، فعلا سبقناكم بالهجرة، يعني انتوا جيتوا على خيبر، يعني جم على خيبر عندما وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وفتحت خيبر كانت، فعلى ذلك يبقى فعلا سبقهم بالهجرة، يعني ده فعلا الظاهر اهو، ولكن هي فقيئة كأنها قالت لا يعني الأمر مش كده، يعني الأمر مش كده، ده احنا يعني ما احنا أذينا في الله سبحانه وتعالى، وانتم كنتم في مأمن أكثر منا. وعلى ذلك يبقى لما نقلت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بين بقى ان هم لا ده هم لهم هجره واحده، قلت لكم هجرتين، فدي كانت منقبه. وطبعا كانوا يسالونها عما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما من الدنيا شيء هم به افرح ولا اعظم في انفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال برده قالت اسماء فلقد رايت ابا موسى وانه لا يستعد هذا الحديث مني، يبقى كان ليستعيد هذا الحديث مني، وانه ليستعيد هذا الحديث مني، يعني بيسالها عنها، يعني ممكن يسالها اكثر من مره، بيحب يسمع الكلام ده، لانه يعني كلام فيه مناقب وفضائل. لذلك قالت فلقد رايت موسى انه ليستعيد هذا الحديث مني، يعني يسترجعه دائما كده، يعني كانوا لما يتقابل معاها ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا وكذا. النفس بتحب الفرح والسرور خاصة طبعا في الفضائل وهذه المناقب التي كانت لهؤلاء. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من باقي تلك الروايات المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.